تتوجه إلى الشرك. ونحن بارعات حقا وسريعات أيضا، لقد أبكرت في موعدي مع أخصائية التجميل. لا تنظري هكذا، لدي هنا ما سيجعلك تحلقين. أصدق أنني تركتها تهرب، كانت قريبة جداً في أن تقع بين أيدينا. لا بأس بذلك يا أليكس، استطاع لوب أن يمسك بها. وأنا وصلت في الوقت المحدد إلى موعدي. ليست هذه المهمة الوحيدة التي أفسدها، بل أفسدت كافة المهمات. لقد وسخت حذاء جلد الغزال الأسمر بالتراب. هذا أفضل، فلم يعد الجلد الأسمر رائجاً. وقصرت دائرة قفازاتنا المزودة بمغناطيس كهربائي. وأنقذت طلاء أظافري، شكراً لك. حتى إنني تمكنت من محو قاعدة المعطيات غير القابلة للمحو للحاسوب المصغر. أليكس، لا أحد كامل، انسي. لقد تمكنا دائما من تدبر أمرنا في النهاية، وهذا هو المهم. تعلمين، ربما أنت محقة. راسبة؟ كان هذا الامتحان سهل جدا كلاعب الأطفال. طبعاً بالنسبة إلى طفل فائق الذكاء. تماماً، من يمكنه حفظ كافة الصيغ العلمية المعقدة؟ أنا لا أستطيع أن أفعل هذا إطلاقاً. أخبرني السيد روبرت أنه علي القيام بأعمال إضافية لكي أرفع معدلي. لا تقلقي يا أليكس، ستسوى الأوضاع في النهاية كالعادة. ما الذي تقولينه يا سام؟ هذه المرة لن يساعدني لووب أبداً. ربما لووب لا، لكن نحن بلى. هذا صحيح، سوف ترين أن فرض الاستدراك سيكون أفضل ما رآه السيد روبرت. كما أنني سأعير كنزتي المفضلة. أنتما أفضل صديقتين لي. أرأيتي؟ لا شيء ينهينا عن واجبنا. آنساتي، هناك ظاهرة غريبة تجتاح المدن الرئيسية في العالم، وقد فتكت بنيويورك وطوكيو أيضا. لا وقت لدي للاستماع إلى درس في الجغرافيا يا جيري، علي إنجاز فرض الاستدراك. آسف أليكس، لكن الوضع متأزم، انظرنا هنا. حسناً، صحيح أني رسبت في امتحان العلوم، ولكني لم أصبح بطيئة الاستيعاب. يمكنك عرض الفيلم بالسرعة الطبيعية. هذه هي المشكلة بالضبط، أنا أعرضه بالسرعة الطبيعية. لقد تم إبطاء كافة نشاطات المدن الكبرى في العالم كله أيتها الفتيات. إبطاؤها؟ من يود القيام بشيء كهذا؟ هذا بالضبط ما عليكن اكتشافه، ولهذا إليكن بعض الأجهزة. عدسات لاصقة ذات أشعة أم، قفازات رقمية. وداعا لتقليم الأظافر إذن. جزمات ذات دافع صاروخي من الجلد الخالص، معطف التخفي وهو من الكشمير، وأخيرا مجفف الشعر الإعصاري بأشعة الليزر، هذا إذا استطعتن استخدامه. أعدك أن أتوخى الحذر هذه المرة. أسعدني سماع ذلك، أنا أثق بك تماما يا أليكس. والآن اسمحنا لي بأن أقدم لكن بريتني، آخر فتاة وظفتها الووب. مرحبا. ماذا؟ تشرفنا بريتني. كيف حالك؟ فلندع الآن التعارف إلى وقت لاحق، لقد تم الإضرار بمدينة أخرى. بالتوفيق يا أنيساتي. أهلا بك في الفريق. أجل، أنا بخير. من قال إن تدريبات المشجعات لا تفيد؟ لست أنا طبعاً، فأنا كنت قائدة فريقي. كنت واثقة أن هناك أموراً مشتركة بيننا. في الواقع، إن ما أفضله على التدريبات هو جولة من الشطرنج. يا للمصادفة، أنا أعشق الشطرنج. كفكنا ثرثرة يا فتيات، لدينا مهمة وعلينا إنجازها، ألا تذكرن ذلك؟ بالضبط، من الأفضل أن نبدأ. هذا أمر غريب فعلاً، ولكن ما هي الفائدة من إبطاء حركة كل شيء هنا؟ ربما تجعل الشعر متموجاً.
عذرا سيدتي، أتعلمين ما الذي يحصل؟ كما يلغيون الله كلين وربنا. حسنا، لم نستفد شيئا. ربما أنت مخطئة. قام رجل غريب بإبطاء حركة كل شيء بآلته، لقد اتجه نحو الزكالو. اهرب. يا لك من ذكية بريتني. أجل، أنت مدهشة. على كل حال لم نحقق إنجازاً يذكر، لم نقبض على ذاك الرجل بعد. أليكس محقة، فمهمتنا لم تنتهي بعد. أجل، حسناً، ولكن في أي حال ما هو الزكالو؟ هكذا يسمون ساحة الدستور هنا. أعنيت أين يقع؟ من أين الطريق؟ من هنا. أوليست مجرد مدهشة؟ مدهشة. هل رأيتن ذلك؟ علينا أن نقوم بشيء ما. أستطيع تحليل الأشعة التي يستخدمها بواسطة الماسح. فكرة جيدة بريتني. أجل، يكاد يفلت من بين أيدينا. شخصيا أفضل اعتماد طريقة أكثر عدائية. أليكس. يبدو أنه قد هرب. لا، ليس مجددا. بلى، فر مجددا. لا عليك، أظنه بات في قبضتنا مع هذا الدليل. هل ترك دليلا؟ أجل، تعالي وانظري. أنا لا أقدم لكن أي مساعدة تذكر. بالطبع تفعلين، من قدم لي قهوتي هذا الصباح؟ لم أعد نافعة أبدا كلوفر. لا تتفوهي بالحماقات أليكس، نحن فريق، نحتاج إلى بعضنا البعض. كما أن خطتك كانت مدهشة لو نجحت طبعاً. ألا يمكنك التوقف عن التصرف بلطف؟ حسناً، علينا أن نأخذ هذا الدليل إلى الووب لنجد هذا المخبول. أين هي أليكس؟ أظنها كانت معنا. لقد قمنا ببحث أولي حول هذه الآثار، لكن المصنع لا يزال مجهولاً. إن الشعار نرويجي والأمر لافت، ربما صنع في اسكندنافيا، وهذا المقاس هو طويل وضيق أيضاً، بالتأكيد صنع تحت الطلب. ولكن لماذا هرب منكن في مكسيكو؟ أيتها الفتيات، ما الذي حدث؟ إنها غلطتي، فهمت، لقد أخفقت هذه المرة أيضاً. ما الذي يحدث لها؟ لم أعد أحتمل هذا، أفضل أن أستقيل. تستقيلين؟ لا يمكنك أن تستقيلي. نحن بحاجة إليك، فنحن فريق. لم تعد بحاجة إلي، هي معكما. والآن أعذروني، سأذهب لإنجاز فروضي كي لا أرسب أيضا. جيري، لا يمكنك أن تدعها تذهب هكذا. أشعر بالأسف لرحيلها، لكن لدينا قضية مهمة علينا حلها وبسرعة قبل أن يسير العالم كله ببطء. بالفعل تم صنعه تحت الطلب، وقد صنع منه 3 أزواج. هل كلامي واضح؟ دعك من الأمر، نعجز عن التركيز في غياب أليكس. إنها تضفي جواً مميزاً على كل شيء، كالكريمة مع القهوة. لا معنى للفريق من دونها. أعلم مدى صعوبة الأمر، لكن كلما أسرعنا في حل القضية تمكننا من إقناعها بالعودة. أنت محق، فلننجز المهمة من أجل أليكس. ممتاز، حسناً. طلبت لاعبة كرة سلة زوجاً من هذه الأحذية. لا، لم يكن الفاعل لاعبة كرة سلة. والزوج الآخر اشتراه مهرج؟ إذن بقي لدينا عالم، إنه في مختبر فايكينغ في غرينلاند. غرينلاند؟ الطقس حار هناك، لا؟ أهلا بالبشرة المتقرحة. شكراً.
شكراً، كنت سأغسل يدي. هذه ليست لكي تغسل يديك يا أليكس، إنما لفرض الاستدراك في مادة العلوم. أود أن تجد طريقة لجعل هذه الصابونة تطوف. عملية سهلة، نضع لها عوامة. لا يمكنك سوى استعمال الصابونة. سوف أساعدك. إنها مسألة تتعلق بالذرات. ماذا؟ الذرات؟ فلنلقي نظرة. لا يوجد أحد، هيا بنا. هذا يشبه تماماً تصرفات أليكس. لابد أنني مشتاقة إليها أكثر مما أظن. لا يوجد قفل حتى لكي نخلعه. حتماً هناك طريقة أخرى للدخول. وجدتها. إنه كاشف البصمات الرقمي. من المفترض أن نتمكن من نقل البصمات الأخيرة. صباح الخير يا ويلر. سررت برؤيتك مجدداً. امضي نهاراً جيداً وانقل تحياتي إلى عائلتك الصغيرة. إنه ثرثار بالنسبة إلى بواب إلكتروني. مربع واي على 3 ام اكس ضرب زد مقسومة على اكس واي على ام زد يساوي. هذا له علاقة بالذرات. انظر هنا. أليس هذا أضخم فرن كهربائي رأيتماه؟ لا أظنه فرنا كهربائيا كلوفر. طاقة مقلصة 3 ثوان، تباطؤ ذري 10%. الطاقة القصوى 2، التباطؤ الذري 40%. أتفكران في الذي أفكر فيه؟ أجل، هذه الآلة تبطئ حركة الذرات. هل هذا ينطبق على الفوشار؟ علينا الاتصال بجيري. إذا كنت مصرة أيتها الملكة إليزابيث، بإمكانك منادة جيري. من الغريب أنه لا يرد علينا. ربما اتصلوا به لأمر طارئ، أو ربما ترك جهازه المحمول في بنطال آخر. أين زوار؟ يا لها من مفاجأة. أهلا بكنا في مختبر المتواضع. أنا أدعى ويلارد، لدينا الوقت للتعارف. وأنتم؟ نحن على عجلة من أمرنا. على عجلة؟ هذه مشكلة الأيام المعاصرة. أجل، هذه هي المشكلة. لا ويلارد، لن نزيد مرتبك. أنت بطيء جدا. لقد استغنينا عنك في فريق ألعاب القوى لأنك بطيء. لم أعد أحتمل. عما تتكلم يا ويلارد؟ أتحدث عن الإمساك بزمام الأمور. لن يصفني أحد بالبطء الشديد بعد هذا الوقت. لست بطيئاً جداً، إنما العالم هو سريع جداً. عليك توقع ذلك، فأنت عالم مجنون. عالم سابق مجنون، أصبحت الآن مجنوناً. قضيت سنوات في أبحاث حول الاستنساخ حتى اكتشفت أني عبر إبطاء الذرات أكسب سباقي عبر الزمن. حقاً؟ حاول إذن إبطائي. لا أصدق أني محجوزة هنا لأنجز فرضاً سخيفاً عن الذرات. كما لو أن ذلك سيعود علي يوماً بفائدة حقيقية. هكذا أنا متأكدة الآن أنني سأرسب مجدداً. أو ربما لا. الحرارة تؤثر على حركة الذرات، لكن فلنرى إلى أي حد.
رائع. ها، إشارة توب للطوارئ، ولكن لماذا ينادونني أنا بالذات؟ ترى هل يريدون مني أن أساعدهم في إنقاذ العالم؟ لحظة واحدة، الحرارة تسرع حركة الذرات، يمكنني مساعدتهم. سوف أعود. لقد حذرتكن لكن رفضتن الاستماع إلي. لا أحد يستمع أبداً، إن في العجلة نداماً. بفضل مبطئ الذرات الجديد سأتمكن من إبطاء حركة العالم. قبل مغيب الشمس سيمشي الكوكب كله بسرعة الحلزون. لنزع فتيل هذه القنبلة ما عليكن سوى كبس هذا الزر. هيا إذن، وداعا. الانطلاق هو أصعب ما في الأمر. الوضع مستقر، فلآخذ قيلولة إذن. قنبلة. ماذا؟ قنبلة. طبعا. قنبلة. لا أود التفكير بما كان سيحدث لولا محضر حاسوب البودرة. تم إبطاء ذرتكن، ولهذا أنتن تجرجرن أنفسكن هكذا، لكني أعرف الحل. عبر الحرارة. أدركت ذلك. لا. أليكس، أنت الأفضل، لقد أنقذت حياتي. وشعري لم يكن يوما مصففا بهذه الطريقة الرائعة. شكرا لك كلوفر. والآن علينا إيجاد المعتوه. ولكن أين؟ بدأ بأكبر مدينة، إذن من المفترض أن ينتقل إلى أكبر البلدان. إنها الصين. أين تكون الطائرة عندما نحتاجها؟ أظن أن لدي فكرة أفضل. يجب أن تنتعلي دائماً الجزم. توقف! حط بها في الحال. أنتون؟ سوف يهتم بنا. التقاط رائع أليكس. ابتعد الآن عن المبطئ الذري يا ويلارد. حاولنا مانعي. أرجو ألا تمانع أنت. لا تستخف أبدا بالكشمير. هل نركض بسرعة أم ماذا؟ لا. سيكون نهارنا طويلا. إنجاز رائع يا أليكس، بفضلك استعاد العالم وتيرته السابقة. بالفعل أليكس، لقد تعلمت الكثير منك، وشكرا جزيلا لكما على الرحب والسعة.
انتهت فترة تدريبك، تهانينا. تدريب؟ أتقول إنها ليست هنا لتحل مكاني؟ لا تتفوهي بالحماقات، لا يمكننا الاستغناء عنك. والآن حان الوقت لتلتحقي بفريقك. لكنها باتت عضواً في فريقنا، لا يمكنك أن تفرقنا. عذراً، نحتاجها في مكان آخر. لا تقلقنا، سوف تلتقين بها قريباً. على فكرة، كيف اكتشفتن أيتها الفتيات عملية قلب التباطؤ الذري؟ لقد نسيت فرض العلوم. هذا صحيح، لا يمكن الاستغناء عن أليكس إطلاقاً. مشكلة صغيرة، أخشى أنك تأخرت في إعادة الكتابين. هذه مشكلتك سيدتي، يستحيل أن أدفع غرامة. ولكنها القاعدة هنا. لا أبالي بها. دعيني وشأني. دونال، هذا فريق ممتاز حقاً. ليس بقدر فتال شكال، إنهم أكثر من ممتازين. آسفة يا فتيات، لكن إليكما من سنتفق جميع عليه، أنستون كارتر. أنستون كارتر؟ من يكون؟ إنه المقدم الناجم في قناة AM، أخبراني، أوليس فاتناً؟ مرحباً، أنا أنستون كارتر، أبحث عن شخص مميز يقدم معي برنامجاً مختلفاً من نوعه على قناة AM. ما عليكم سوى إرسال شريط مصور لإقناعي بموهبتكم، ومن يدري، قد نعمل معاً بعد أسابيع. إنه لأمر رائع، أرسل إليه شريطاً ليتم اختياري ويقع أنسون في غرامي، فنمضي ما تبقى من حياتنا سوياً. حسناً كلوفر، أنا أؤيد حرية التعبير عن الرأي، لكننا في مكان عام. سأعود فوراً إلى المنزل لأعد شريط المصور. ألم يكن باستطاعته اختيار وقت آخر؟ هذا مقرف حقاً. أولاً مكنسة كهربائية، وبعد إذن صندوق قمامة. شكراً جيري. جيري؟ من يوجد هنا؟ لباس ظريف، لديك حفلة تنكرية أم ماذا؟ لا، لكن لدي خبر هام أعلنه لكن، سيعينونني برتبة فارس. ماذا؟ فارس مع الملكة وسيف بحوزتك ويلقبونك بسير؟ أجل 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 يا فتيات، وهذا فخر عظيم حقا. أيمكننا الذهاب معك؟ كم حلمت بلقاء الملكة. لسوء الحظ هذا مستحيل، رغم أنكن ستذهبن إلى إنجلترا. إنجلترا؟ لا أستطيع، علي أن أحضر فيلماً مصوراً بالغ الأهمية، مشروعاً قد يبدل حياتي. أخشى أن يكون عليك تأجيل الأمر، فلدي مهمة من أجلكن أولاً. يبدو أن أحداثاً غريبة تجري في مدينة ليفربول، تبدلت شخصية الضحايا بطريقة غير قابلة للتفسير. انظر، أمينة مكتب خجولة تخالُ نفسها فجأة مصارعة محترفة، جراح مشهور لا يستطيع التوقف عن الرقص، وهذا الجنرال بات يعامل مرؤوسيه كتلامذة الحضانة. هذا غريب. قد تصبح العواقب وخيمة بسبب هذه المشكلة. إذن ينبغي اكتشاف سبب هذه التحولات السلوكية بسرعة. هذا صحيح، وإليكن أغراضكن: أحمر الشفاه بأشعة الليزر، وأقراط الأذن السمعية، وملقط الشعر العمومي، وحذاء ذو نعل لاصق إضافة إلى قفاز. قفاز؟ قفاز ذو رائحة نتنة، استخدمنه بروية. أوه، رائحته نتنة. أنت قلتي، والآن إلى إنجلترا، مثلي تماماً. توقف عن البحث يا أنسون، وتذكر جيداً، أنا أدعى كلوفر وأنا من تبحث عنها. جميل مع مذيعة أجمل، اخترني أنا وسترى الفرق كله على قناة AM.
حصلت على 10 من 10 كلوفر. شكرا. لم يتبقى الآن سوى إرسال الشريط. أتمنى أن يختارني. جيد، لأن الآن حانت ساعة المهمة. أنت حقا أمينة المكتبة لأن عضلاتك نامية جدا. كنت كذلك حتى الخميس الفائت، ثم تغيرت حياتي. ماذا تقصدين؟ ما الذي جرى؟ كنت في المكتبة عندما رأيت ضوءا ساطعا، فشعرت أنني لم أعد امرأة ضعيفة وأصبحت مصارعة حرة. أمر لا يصدق. أخشى ألا أكون قد فهمت. كلما كنت أستطيع رفعه هو بضعة كتب أو فنجان الشاي، أما الآن فبت أرفع 80 كيلوغراما بطرف يدي، ولدي منازلة هذا المساء مع مصارع محترف. هل تأتين لمشاهدتي؟ كنا نتمنى ذلك حقا، لكننا منشغلات كثيرا. كما تشأن. والآن أعذرني، علي القيام بتمارين إن تخص البطن. أتعرفان أمينات مكتبات كثر يحترفن المصارعة الحرة؟ أجل، بقدر ما أعرف تلميذات ثانوية يمارسن مهنة التجسس الدولي. حسناً، هذا مثل سيء. انظرا، جلاد بيرمنغهام يعتزل المصارعة الحرة ليعيش حياة هادئة. ماذا إذن؟ ربما يكون قد أصابه مس. ربما ذلك أو تبدلت شخصيته. ما الذي تقولينه يا سام؟ ما حصل هو أكثر من مصادفة. لقد ولت أيام المصارعة. أفضل الآن مطالعة كتاب جيد. لكنك جلاد برمنغهام، لقد كنت جزارا حقيقيا، أليس كذلك؟ في الواقع لقد كنت جلاد برمنغهام إلى أن اكتشفت يوم الخميس الفائت بودلير وإميلي برونتي وبلزاك. ألا يصادف أنك تعرف المسؤولة عن المكتبة البلدية العامة؟ لا أعرفها، لكنني أود التعرف بها، فلدينا بالتأكيد أمور كثيرة مشتركة. حسناً، شكراً على المساعدة، وثابر في القراءة. أعدكن بذلك، إلى اللقاء يا فتيات. عندما بدأت اعتقدت أننا على حافة الواقع، دخلنا تماماً في العالم الموازي. كما في المدرسة عندما كنا نقلد أحدهم أيام الابتدائية. لقد وجدتها يا أليكس، هذه هي، كما لو تبادلا شخصيتيهما. كيف يعقل ذلك؟ لسيما وأنهما لا يعرفان بعضهما. ليس لدي فكرة، لكن سنكتشف الأمر. هذا مذهل حقاً، أنا أبدو أنيقة جداً حتى بهذه الثياب. إذن عن ماذا نبحث تحديداً؟ عن مفكرة أمينة المكتبة، أريد معرفة كل ما قامت به يوم الخميس الفائت وما علاقتها بالمصارع الحر. أحسنتِ، لنرى. صباح الخميس التقت برجل يدعى الدكتور غراي. هو طبيب نفسي على ما يبدو، يعالج المدرسين والجنرالات والأطباء وحتى المشاهير كجلاد برمنغهام. ممتاز، أمسكنا بطرف الخيط. لنقم إذن بزيارة هذا الدكتور. حسناً، إنه منزل صيفي جميل، ولكن أهذا هو النوع الذي يفضله الأطباء عادة؟ إن الأطباء يعشقون المبالغة. ربما لا يوجد أحد، علينا أن نتدبر أمرنا. نحن نحتاج إلى أداة لفتح هذا الباب. ما رأيك بركلة قوية؟ واو، هذا الحذاء متعدد الاستعمالات حقا. حسنا، لنفترق الآن كي نزور المنزل. استعملا سماعات الأذن لنبقى على اتصال. حسنا، كل شيء يبدو طبيعيا باستثناء الديكور. ماذا عنك أنت؟ وكذلك هنا، ماذا عنك أليكس؟ لا شيء سوى غرفة مملوءة بالكتب. أعرف مصارعا ممتازا يتوق للعيش هنا. أليكس؟ أليكس، هل أنت بخير؟ إنها لا تجيب، علينا إيجادها. سام، أتس...
تسمعينني؟ ألو؟ آه، أظن أن شيئاً حدث لهما. وبعد أن عبرت الشلال داخل البرميل، أمسكت بيخت المجرم وأدخلته السجن المؤبد يا جلالة الملكة. أوه يا إلهي، يا لها من قصة مثيرة. أرجو المعذرة جلالة الملكة، لحظة من فضلك. ألو، نعم جيري، أنا كلوفر، أعاني مشكلة كبيرة جدا، لقد اختفت أليكس وسام، أحتاج إلى المساعدة. أخشى أن يكون الأمر مستحيلا في هذا الوقت بالذات كلوفر يا عزيزتي. ماذا مستحيل؟ إن لم تأتي لنجدتي سأختفي بدوري أيضا، وسأضطر لتوديع القناة AM وأنسون والحياة الهانئة. حسنا، هدئي من روعك، لدي عنوانك، سأوافيك متى أستطيع يا كلوفر، لا تقلقي. هل كل شيء على ما يرام؟ أوه طبعا طبعا جلالة الملكة، ولكن هل لا أرشدتني إلى الحمام أرجوك؟ حسناً، لكل داء دواء يستطب به، ولكن أين نحن يا كلوفر؟ منزل المشتبه به الأول الدكتور غراي، هو يبدل شخصية مرضاه، لكننا ما زلنا نجهل الطريقة والسبب. هذا مثير جداً. إن كنت تعني صارخاً بعبارة مثير أوافقك الرأي. ليس الديكور يا كلوفر، إنما قصدت بالمثير هذا الشيء. وما هذا؟ رقاص الساعة، كالذي يستخدم بالتنويم المغناطيسي. كما إن وزنه ثقيل جداً، ولكن ترى ما السبب في هذا؟ طبعاً وزنه ثقيل، ذلك أنه مليء بالإلكترونيات. أتساءل لما يستخدم هذا الزر؟ يستخدم في تشغيل المعاير السلوكي، وهو اختراعي الأحدث والثوري والمثير للجدل أيضاً. أنت الدكتور غراي كما أعتقد. أجل، وسيسمح لي هذا الجهاز بتعديل شخصية مرضاي، لقد تم اختباره حتى الآن على الحالات المزعجة فحسب، لكنني متأكد من أنه سيعمل على المتطفلين أمثالكما. ما هي خطتك إذن؟ لما تتاجر بأذهان العالم أيها الدكتور؟ لأنني لم أعد أحتمل صراخهم أبداً. لقد فكرت كثيراً أنني لو وضعتهم مكان سواهم قد ينظرون إلى حياتهم الخاصة نظرة مختلفة، إضافة إلى أن الأمر يسليني كثيراً. هذا علاج مبالغ فيه قليلاً، ألا تعتقد ذلك دكتور غراي؟ الغاية تبرر الوسيلة، أليس كذلك؟ لقد نجحت تجربتي، لذا أفكر بنشرها، سوف أوزعها على كل رؤساء الدول بدءاً برئيس الولايات المتحدة الأمريكية، سوف يتعلم كثيراً من لاعب الروديو، أليس الأمر رائعاً؟ لن تنجو بهذه البساطة أبداً. هذا ما سنراه. تخلصا منهما. ماذا؟ تقنية ممتازة. لا بأس بتقنيتك أيضا يا كلوفر. جيد جدا، أفترض أنه علي تصفية حسابكما بنفسي. لقد تأخرتما كثيراً. لا بأس، أرهقنا العمل كثيراً. تماماً، حالتكما أثارت قلقنا. لا أصدق كيف أتكلم. لا أصدق هذا، لا أصدق. الآن دخلنا البعد الرابع تماماً. أجل، ولكن ما الذي جرى لكما بالضبط؟ لقد لجأت إلى تعديل بسيط في الشخصية، نعم. لم أرى في حياتي وقحاً مثله، هو مريض عقلي لا شك في ذلك. جيري اسمعني قليلاً أرجوك، لن تصلح أفكار ممثلة وضعنا. بالحديث عن الوضع، وضعكما على وشك أن يتحول إلى مأساوي. هذا ليس كل شيء حتى الآن، بعد قليل ستغزو الجرذان الجائع حجرتيكما، آمل أن تقدر التعذيب، إنه علاج سيكولوجي فعال جدا. أوه.
يا للهول، بدأت أخاف بشكل جدي يا كلوفر. تراجعي أيتها المخلوقات الكريهة، هذه الحيوانات مقززة. لا أعرف ما هو الأكثر غمّاً، الجرذان أو تبديل شخصية هذين الاثنين. وأنا أيضاً. كلوفر، أحمر الشفاه بأشعة الليزر في جيبك. ماذا؟ فكرة ممتازة سمانتا. رائع جدا، والآن حان دوركما. شكرا كلوفر، أعني جيري. أرجوك يا آنسة. لا مشكلة. حسناً، لن أحتمل الأمر دقيقة إضافية. علينا إيجاد ذاك المهووس ليعيد الأمور إلى نصابها وبسرعة. ولكن من سيتصل بي في وقت مماثل؟ ألو؟ يسرني ذلك، لن أفوته. تماماً، إلى اللقاء. لقد ربحت الجائزة مع أنسون كارتر، يحتاجون إلي حالاً في لوس أنجلوس ولن أتأخر. ولكن كيف ذلك؟ ثم ألا تلاحظين أنك تتصرفين كسيد إنجليزي في 50 من عمره؟ فلتتدبر أمرها بنفسها، لأنه علينا نحن الثلاثة أن نذهب إلى واشنطن قبل أن يتحول الرئيس إلى لاعب روديو. لحظة، مرحبا، أنا جيري. لا، نسيت تماما، سأتي حالا. إلى اللقاء. اتصال من القصر، ينتظرونني في الاحتفال. لم يتبقى إذن سوى نحن الاثنين. اسمعي، علينا التحدث إلى الرئيس في الحال. المسألة مسألة أمن قومي. آسفة على دخولنا هكذا سيدي الرئيس، لكن الأمر طارئ. ثمة مريض نفسي هنا يريد تحويلك إلى لاعب روديو. ماذا قلتما؟ يحولني إلى لاعب روديو؟ هذا جنون صارخ طبعا. صدقني، مع هذا المعتوه لا يبقى للواقع معنى أيها الرئيس. مساء الخير فخامة الرئيس. أليه؟ أتفهم الآن ما قصدت؟ هو مجنون بالكامل. أنتما؟ هذا صحيح، نحن هنا الآن لكي نهزمكم. لقد نسيت إخباركما أنني زودت رجلاي أثناء الطريق بعدد من أحزمة الكاراتيه السوداء، لذا يجب أن يكون عليكما تأجيل هزيمتي إلى وقت آخر. والآن لننتقل إلى هدف زيارتنا. ماذا يمكننا أن نفعل سام؟ الشيء الوحيد الذي سنفعله هو إخراج المدفعية الثقيلة. لم ننتهي منكم بعد. آمل أنكما تمزحان الآن. عندما يتعلق الأمر بإنقاذ العالم لا سبيل للمزاح دكتور. أحلاما سعيدة. أحسنت يا سام، لم يتبقى لنا سوى التخلص من الدكتور. انتظري، أنا أحتفظ له بعلاج خاص. يسرني وجودك معنا كلوفر، كان شريطك ممتازا. وأنا أيضا سعادتي حقا لا توصف سيد أنسون. سعادتك لا توصف، هذه عبارة مثيرة. حسنا، مستعدة لتقديم كليبات الجديدة؟ طبعا مستعدة. ما هذه الأصوات المزعجة؟ عفوا. هذا الشريط الفني، لا تقل لي إن هذا ما يحب المراهقون سماعه. هذا الفريق يا آنستي هو الأول في لائحة المبيعات، هل تعرفين؟ حسنا، أقل ما يمكن قوله هو إن اسمهم يناسبهم. ما الموسيقى المفضلة لديك إذن أيتها الآنسة المتذمرة؟ الملحنون الذين يستحقون هذا اللقب دون سواهم هم برأي الكلاسيكيون، أمثال برامز، موزار. أراهن أن جمهورك سيرى في موسيقاهم عزاء. ربما نحاول ذلك في الحياة الثانية، ربما، من يدري. يا لشقائي. لحظة جلالة الملكة، أنا آسف على التأخير. لا بأس أبداً يا جيري، تفضل. في الواقع أشكرك لأنك دعوتني إلى حفلتك، أنا مندهش حقاً جلالة الملكة. إن هذا من دواعي سرورنا. أضيفي إلى ذلك أنك قررت أن تعينيني فارساً، لقد فاجأني الأمر حقاً، هذا أجمل من التنزيلات في المركز التجاري. هل أنت على ما يرام سيد لويس؟ أنا؟ طبعاً أنا بأفضل حالاتي، ولتبدأ الحفلة في الحال يا صديقتي.
متأسف. لن تنجو بهذه البساطة. أتراهن دكتور؟ علينا أن نساعد ضحاياه. فكرة سديدة، ولكن في غضون ذلك سيهتم رجالي بهذا المهرج في الحال. أوف. ترى كيف تصرف كلوفر وجيري في ورطتهما؟ الملحنون الذين يستحقون هذا اللقب دون سواهم هم برأي الكلاسيكيون أمثال برامز موزارت. كيف يعقل أنني قلت هذا حقاً؟ يا للعار، لا أصدق أنني قلت هذا الكلام. العار الحقيقي هو تصرفي في القصر الملكي. لم تعد الملكة تكرهني فحسب، إنما اختفت حظوظي بالارتقاء إلى مرتبة الشرف. إن حظك سيء يا جيري. ألو؟ أجل، هذه أنا. أنت تمزح. أجل، تماماً، حسناً، إلى اللقاء. لن تصدقوا، أنسون حب حياتي لم يتلقى هذا العدد من الاتصالات قبلاً. الجميع يعشق الآنسة المتذمرة ويطالبون بعودتي. هذا ممتاز. إذن باستطاعتك شكري على ذلك. لا أحتاج أن أشكرك جيري، أحتاج أن أبدل شخصيتي معك. أين المبدل السلوكي؟ لا، هذا مستحيل كلوفر، مستحيل. هيا جيري. لقد قلت لا. لكنه أمر هام بالنسبة إلي، أرجوك. أوه.